السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل، من معايا؟ معك ابو جود من العراق. ابو ايه؟ يا شيخ عندي سؤال اسمك واحد. ايه يا طيب؟ روايات اسمك ايه؟ ابو جود. ابو جود. الاسئله في الاصول يا ابو جود. ها، الاسئله في الاصول، ركز. يعني البرنامج مو مفتوح؟ لا، مكتوب كده سؤالك في الأصول. لا تمام، برنامج سؤالك في الأصول يتحدث عن الأصول فقط، يعني قرآن، اللي حقت يتحدث عن القرآن، يتحدث عن عقيدتكم. الإمامة، يتحدث عن الخلافة، يتحدث عن المهدي، يتحدث عن التوحيد، أسئلة في أصول العقيدة التي يسأل عنها الإنسان المسلم في القبر. تمام، تفضل سؤالك. يا شيخ ما حكم من يغضب رسول الله؟ يعني إيه ما حكم من يغضب رسول الله؟ الذي يغضب رسول الله ما هي منزلته عند الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن ابي طالب عندما اغضب فاطمه، عندما اراد خطبه بنت ابي جهل، تمام، الا تعلم انها بضعه مني، من اذاها فقد اذاني ومن اغضبها فقد اغضبني. هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. اما من يغضب النبي صلى الله عليه وسلم في امر ديني ام في امر دنيوي، برضه يتوقف هذا الامر ويتوقف الحكم. لابد ان نعلم القصه كامله، هل الاغضاب في امر ديني ام الامر دنيوي؟ لازم نفرق ما بين الاثنين استاذنا الفاضل، لان هناك مواقف غضب فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثم تراجع عن غضبه فيها. تمام، زي مثلا عندما فتح مكه قال اذا رايتم مثلا كعكرمه على استار الكعبه فاقتلوه، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما اسلم عكرمه وحسن اسلامه عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يرتبط الامر الا بجواب الشرط استاذ الفاضل، فحدد سؤالك فضلا وليس امرا. يا شيخ أنا عندي رواية ثانية وأريد أن تردها. يا أستاذ اقرأ سؤالك، الله يصلح حالك، اطرح سؤالك مباشرة بدون فلسفة. شوف أنا برد عليكم رد في مباشر. كتاب، اسمع يا شيخ، في كتاب صحيح البخاري نعم، رقم الحديث 3437 اللي ذكرته أنت، قلت أن رسول الله قال فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني. نعم، واضح الحديث. واضح الحديث. وفي كتاب صحيح البخاري في رقم الحديث 2862 قالت أن فاطمة الزهراء أنها غضبت على أبو بكر فهجرته فلم تزل مهاجرته حتى توفيت. ممكن تقول لي فين غضبت على أبو بكر؟ ولا فغضبت فلم تكلمه حتى ماتت؟ ما فيش غضبت على أبو بكر دي. تمام؟ فاطمة غضبت على أبو بكر. اقرأ لي كده يا استاذ الفاضل، الله يفتح حالك. نص الحديث يا استاذ الفاضل، سؤال بس بسيط في موضوع فدك اللي انا اتهريت اجابات عنه، تمام، واجبته بدل المره مليون مره. هل غضبت فاطمه من قول ابي بكر ام من حكم النبي؟ ممكن تجاوبني؟ غضبت من ابو بكر. سؤالي واضح، الله يصلح حالك. هل غضبت من قوله ام من حكمه؟ حكم النبي صلى الله عليه وسلم، من نحن حكمه. معاشر الانبياء لنورث، اذا هي عصيه عندكم في الدين اذا كانت غضبت من هذا الحكم. تمام، هل يحق للانسان، سؤال بقى لحضرتك كده، هل يحق لك ان تغضب في امر ديني، نعم او لا؟ بس عيد السؤال. ما هل يحق لك ان تغضب في حكم شرعي؟ لا يحق لي ان اغضب في إذن حكمه. وفاطمة رضي الله عنها وارضاها لم تكن عندنا تجهل الحكم الشرعي في ورث الأنبياء، فغضبت في حكم شرعي، تمام، فلا هذا يضر أبي بكر ولا يضر القول الذي قاله أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، تمام. ولكن كان عليها أن تفهم أن الشيعة نفسها في كتب الشيعة نفسها عن مرويات حفيدها جعفر الصادق وافق أبي بكر الصديق فيما قال. فهل غضب فاطمة أيضا يقع على جعفر الصادق لأنه قال الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما بل ورثوا العلم؟ يا شيخ صدقني، ركز بس في اللي أنا قلته، ركز في اللي أنا قلته يا أستاذي، يا أستاذي، يا أستاذي، ركز في اللي أنا قلته، الله يصلح حالك. هل يقع الغضب أيضا على حفيدها الذي وافق أبي بكر؟ أين وافقه؟ عندما قال الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما بل ورثوا العلم. وين موجود هذا الحديث؟ في كتاب الكافي.
أعطيني مصدر. انا قلت لك كتاب الكافي استاذ الفاضل. كتاب الكافي؟ وين كتاب الكافي؟ ايه؟ اديك المصدر، أعطينا رقم خليك الصفحة، معايا، رقم خليك الحديث معايا، يا شيخ. هديك المصدر. ألو، حاضر يا طيب، الكافي للكليني، تمام، نعم، في باب ثواب العلم والمتعلم، على الشاشة يظهر لكم إخواننا الأحبة حفظكم الله. آدي كتاب الكافي شيخ الكليني، الجزء الأول صفحة 34، باب ثواب العلم والمتعلم أهو، تمام، ممتاز. يقول: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم. واضحة على الشاشة للجميع؟ طيب الحمد لله. خدت المصدر أستاذنا؟ بس خلنا نجيب الكتاب دقيق. طب حضرتك ابحث وتعالى لي تاني، الله يصلح حالك.